قدامك. انت يا المسيح ما تتحرك. اي انت نصر، اصل الشارع الشارع نصر. يما نوف شفت بطنك خلي اعرف اصل كلش صحان. انا المفروض اوقف نفسي في الشاورما وقطعون مني ووزعون على الديره. يلا يسك علي النفس. ما ما عبرت نفسي من ما واحد اكبر. اكس لارج اكس لارج بس وايد كمان مو مهم وايد. وي فاطمه نوريه شايفكم جيت عشان اخذ بدله حق نوف. كل بدله عليها احلى من الثانيه بس هي مو عاجبها شيء راسها يابس. يعني ليش نقيله تو الناس؟ ويه أي تو الناس يا فطومة. الليلة بنجيب دفتر وبنكتب فيه أسماء المعازيم كلهم. وبعدين ما بقى إلا شهر واحد وهذه تفقد مو عاجبها شيء. ما بعرف إيش عايلكم لاحقين. ويه أي لاحقين يا فطومة. النفنوف الأبيض هذا من له؟ فايزة. فايزة؟ الحين يا فطومة ما لقيتي إلا اللون الأبيض تشترينه حق فايزة؟ أنا بنت نوف أصلاً حالاتها على قدها. أخت المعز تدخل وهي لابسة نفنوف أبيض؟ لا هذه مقصودة منك، مقصودة منك يا فطومة. عدال 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 علامك خدتينا بشرع ومداف. هذا مو الزواج فوزي ونوف، زواج فايزة. واي يا فطومة الحين أنا ما يصير شيء إلا صبيته بإذنك. زين بنتك هذه من بتاخذ؟ تاخذ هذا الريال اللي عنده عيال اللي بتاخذه من مرته؟ نورية نورية حشم انتي صاحية. هاي ما شايت في هذا؟ الله يا حلات عليك شزينة. يعني لسعيد مبارك يا بنيتي. ان شاء الله ملبوس العافية حبيبتي وفال الخير. الحمد لله اني بعيش واشوف هاليوم هذا حبيبتي. خلاص احنا بناخذه. ما زين عليك زين عليك بناخذه. ها كم هذا؟ هذي ما ب 4000 دينار عادي. مو مهم يمه ما تخلى عليك. ايش رايك فطومه؟ ما ادري نوريه ما حبيت عليها كنا معرضها من تحت. يمه نفنوف ينن عليها؟ ما عليه نفنوف ما هو طاير قاعد هني. جربوا شوفوا محلات ثانيه ايش عايلكم؟ تحقين يعني؟ اي اي مو حلو. اي والله وبعدها سعرها غالي 4000 دينار. يلا يلا يما خلنا نبدل ونروح. الله تجنن. ايش رايك يما؟ حلوه بس ما تبين الا بالقياس. قسيها يما. هذه فوق 5000. لا كنا وايد يا بنت الحلال. الحمد لله والشكر رب العالمين الخير وايد. قسيها قسيها يلا 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 مع السلامه خطوة. مع السلامه مع السلامه خطوة. مع السلامه. ايش فيك امشي؟ او ايش فيك؟ شو تدورين؟ يما ما ادري وين نظارتي، ما ادري وين حطيتها. وي شكلي نسيتها بالقياس. روحي 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 جيبيها بسرعه، انا بنطرك هناك. خلاص يلا يلا. يما فاجأتيني مو عادتك. شنو؟ ما ادري احس انكسر خاطرهم يوم قلت البدله مو حلوه. يعني اذا قايله مو مناسبه ولا يبي لها تضبيط. قطت يها كذي بويوهم مره واحده مو حلوه، كسرت خاطري نوف. شو اسوي يا يمه؟ مو بيدي القصبة عني، ما ابي نوريه تاخذها وهي بدك لهجايه واخوك هون. فوزي هون؟ اي هون، يعني الفير قعدني من النوم وقال ما بيها، هونت ماني ماخذها. هو ليش؟ ما ادري، يقول انه ما هي اللي بخاطره وانه شكلها مو عاجب. تبين الصج يمه بعد هي عاديه؟ اي ما يخالف، ليش ما حكى من الاول؟ ليش خرب علي انا ورفيجه عمري؟ ليش؟ يرى ياهن دورية برج إبل سيارة سيارة
السيارة اللي لما تصير حريجة يروحون هناك. لا تكتب أنا عرفتها بس راحت من بالي. ما يروح من بالك شيء. أحيانا لما تصادف إنسان بالشارع ويقول لك ما عرفتي مرة ما تذكر اسمه، تنسى اسم ممثل، كاتب، أكله، ما يصير معاك. بسألك سؤال بس محتاج إجابة سريعة من غير ما تفكري، أنت لو مريضة هتروحي فين؟ طبيب. هيوصف لك إيه؟ دواء. تصرفيهم منين؟ ليش؟ عارفة اسمها، لا تكتب، عارفة اسمها، راحت عن بالي، والله راحت عن بالي، لا تكتب. ايش فيك حبيبي؟ ايش فيك غلط؟ حبيبتي ايش فيك مستحي تقولها؟ هي متى بتتم تكذب على نفسك؟ انت تحبني وانا للحين احبك، دايسين على نفسنا عشان فهد ما يدري وكافح الدرى. عدل 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 عدل. ايه حاسب اللي قدامك، خل مسافة بينك وبين اللي قدامك. انت المتيح ما تتحرك. ايه انت نصر، نصر الشارع، نصر الشارع، نصر الشارع، الشارع غلط. انت طالع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ متى ضايع مفتاح سيارتك؟ ليش لقيته؟ اسالك متى ضايع مفتاح سيارتك؟ ايش تراني ما اذكر، يمكن من 4 أيام كذي. زين لقيتي؟ مشكورة، صار لي فترة أدور عليك. ما سألتيني وين لقيتي؟ وين لقيتي؟ وين فيون؟ وين فيون؟ عميمة؟ فيمو معانا. وين؟ شلون مو معاكم؟ دورناها بالهدة ما لقيناها، هما بالبص ما كانت معانا. شلون ركبت البص بدون لا تكون معاكم؟ هي وين الحين؟ بس أنا عبالها هي ردت معاك وهي تروح حفلة معاك عقب الاجتماع. لا ما ردت معاي. هي ويني؟ مو معانا. اخذي والله ان احلى من ذاك اللي شفناه. هاي اجتني منه 3 قطع بس، 2 بيج وحدي ابيض، والثلاثه مبيع ورا بعض ما شاء الله. هلا هيدا الطول منيح مع الكعب العالي، ولا بدك اصرك اياه بعد شوي زياده؟ اي لازم كعب عالي. الحين يوم ما نخلص اشتري لك كعب. هو ما راح يبين بس لازم. يلا تفضل غرفه الياس. ها نوريا، لقيتوا شيء؟ فطومة نعمو ماني عازمتها قطع. إتي تبرك على الكرسي جنها أبو الهول، لا تصفق، لا ترقص، لا تغني، لا تسوي شيء. كانت تعز عليك عزميها أنتي، ما لها مكان عندي كلش كلش كلش. ويه قطع الزعلان أكثر من الراضي. تو الناس على هالحكي يصير خير؟ لقيتوا بدلة حق نوف؟ إيه لقينا بدلة حلوة وايد، أحلى من ذيك اللي شفناها قبل. نوف نوف ها
ايش رايك؟ حليوه بس. لا بس ولا شيء. انا مليت من الدواره ورانا الف شغله. الحين بروح ادفع عربون حق رايه المكياج. تصدقين فطومه هذه رايه المكياج كم تاخذ على العروس؟ 700 دينار، يعني عروستين في اليوم 1400 دينار. ويه يا كبر ينضرب. سمعي نعمو هذه انا ماني عزمتها، عزميها انت. خلاص قولي لها. ماني قادره، ما تشوفينها فقيره طايره بالفرحه؟ خاف يوقف قلبها. لا بيوقف قلبها لا دفعت 4000 دينار، وبالاخير دريت ان ولدك اول. نوريه خالتي تعالي شوفي شوي. الله ليهين. أنا كنت راح أتفاجأ لو أنه تزوجنا وصارت أصلاً، مو لو أنه هو. أنا وين هو وين يا خالتي؟ لا يما نوف لا تقولين كذي، المنة عليه. أنتي مو قاصرت شيء، سنة أو منة أو حبابة، يكفي طيبة قلبك. خالتي ما يبون كذي الحين. أنا ما عندي مشكلة، بس أمي اللي ما... ما تشوفين يا يما مدودها خايفة عليها؟ والله ما شفت منها إلا كل خير. أنا أهون علي أنام ولا أقوم، لأني أجعمها وضيق خلقها وأقدرها. مش أسوي؟ ولدي راكب الغلط من ساسة لراسة. خلاص خالتي خليني أنا أقول قدامها أني أنا ما أبي، علشان تكون السالفة عليها وخلاص. يا زينك يا نوف، يا حلاتك ويا طيبة قلبك، بتبلعين الهم وتسكتين عشان أمك ما تنقل. وخدها فيك. ليه قرادتها مسيتين؟ عيزت وهي ترزز فيني قدام هالوادم، ولا الحين طايحه بجبتها يا خالتي. يا رب يا رب ما تمدتنا، ان شاء الله تختلف سياراتها ما تمدتنا. ابا نبيله شافت امي تقع من راح تطق قدام الاوادم. لا بعد بالقاعه. انا ابلة منيرة البلوى كذبت عليها ليهني 5 مرات، قالت لي بشوف ولية امرت، قلت لها امي بغيبوبه. يا بختك في يوم ما حد يسال عنك. ها هذه مو عميمه؟ عقد ما عرفتها. فيا امك جت استعباد. ابي املا مو صديقتي. شوفيها شلونكم؟ ما سلام ماما. شنو اسمك؟ ما راح اجي. ما تبي توريني ابلاتك؟ الله ماما شكلك يا عقد ما شاء الله. صج غلو يا لبستني وسوت شعري وحطت لي مكياج شكلي حلو. وين امي؟ ما راح تجي. هي كل مره تفتتح لي السماء. ما ادري ما شفتها. يعني شلون ما تبي توريني ابلاتك ولا شلون؟ بس انا اعتقدت انك ما راح تجين، قلت حق ابوي. اي خلاص عيل انا اروح. لا لا بس هو للحماية نقدر ندخل اوريك ابلاتي ورفيجاتي بعد. بس اخاف ابوكي. شلون؟ اذا يا انا اقول لك. اي خلاص عيل وريني ابلاتك. أمي وينها؟ تأخرت كم الساعة؟ وي صارت الساعة 1:30. ما راح ألحق على الاجتماع. روح لبيتك يا بنتي، أنت تدلع لأنك حامل. حامل؟ عندك هبوط، ولما تحس بهك شي مرتين يبدأ شو بتعملي؟ بتجيبي مي غازية وفوق لبن وتخلطيهم بالخلاط وبتاخدي كباية على الصبح، وإن شاء الله بروح عنك كل الهبوط كليه. غادة احنا جيران بس عمرنا ما قعدنا مع بعض. عديني مو موجودة ولا سمعت شيء، بس اذا محتاجة احد يوقف معاك انا زوجي مستشار، وصدقيني بيوقف معاك باللي تبين ومبرح طريق كلش. طيب انا مزوجة. صج؟ عيل ايش فيك؟ رايلي شارط عليني ما حمل. وي عاد خبصتينا وخرعتيني عبالي عندك السالفه.
عادي كل الرجال كذي، ما يحبون اليهال واللبحه واللويه، بس لدرجه انك انت حامل فعادي بيتغير الموضوع. وي باكر بيستانس اصلا. هذا هو زين، ردي عليه ايش فيك يا المينونة؟ ردي يقولي لها انت حامل، خلص الموضوع. الو، انت وين من الصبح انا ادق عليك ما تردين؟ ايش فيك؟ انا حامل. شنو؟ شلون حامل؟ انت مو تاخذين هذا اي بس انا حامل. باي شهر؟ ايش يفرق؟ شو ما يفرق؟ يبان يوم خذيتك استانس معاك، اسافر اطلع اروح ارد اتعشى. انا مو ماخذك تحملين، انا ماخذك عشان تعيشين لي انا، ولا بعدين ايش بيفرق عنك عن مرتي انت؟ فرقي عن مرتك اني حق الوناسه، غير كذي بالطقاق اللي طقني انزل ياهل واموت واني نزيف بس عشان حضرتك تظل مستانس. انت غلطانه. اوكي، في مجال اصلح غلطي. عادي، لا ضايقين عمرك، بابا باكر يغير رايه. بعد شو تسوين هذه كتبة ربك؟ هو متزوج؟ وي زين، مو مرته تدري؟ ما تدري. وي يمكن عشان كذي. زين عنده يهال؟ ثلاث بنات. وي انزين يمكن انت تجيبي له الولد ويصير هذا اللي بيطيحه هو العزيز الغالي، بيتحسف بعدين. بس انت مالك شغل، نطري والامور تهدى. طيبه حبيبتي، مشكوره، تسلمين، انت وفيتي وكفيتي. وي ايش دعوه؟ على شنو سويت؟ بس انا وايد اسفه، وايد تاخرت، بناتي عندهم اجتماع ولياء وامور وتتاخرت عليهم. لا تشيلين همي، مشكوره حبيبتي، ما قصرتي. حافظك الله، مع السلامه. تبين بيتزا ولا برجر؟ بصراحة مالي خلق أروح أشوف مدرسات بناتي، غذا ولو عتب مو منزين درجاتهم. عاد قلت أقعد معاك وأفاكرك، بس دقيقة بروح أدق على فاروق لأن أخاف يزفني لأن ما رديت البيت. ألو. نعم طيبة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فاروق ايش فيك؟ ايش عندك؟ مليون شيء فوق راسي، ايش عندك؟ لا بس كنت بقول لك اني انا ما راح ارجع للبيت الحين، لان بروح ببيت امي عندها زواره العصر. روحي روحي، خلاص روحي روحي، الله وياك. ليش كذبتي على رايدك؟ هو ما يحب تحتكون فيني، مو صح؟ هم كلهم كذي. فاروق مو كذي، هو بس دايما يشوفني انا المخديه الهبله على نياتي، فانا ما ابي اشيل الفكره من راسه. ليش؟ لان كل الرجال عبالهم انهم اذكى من الحريم، فخليه بمشي على جوه. انا ما اتحمل كذي. هذا الممثل ما ظل فيلم ما طلع فيه، ايش فيك انت راكور كل مشهد؟ هات بس هتفكره بجري، ترى ما بقى شيء بالفرزة. الله يعني تلقى يموت؟ ما يموت بالصدق كنت. فططططعش طلقة بجسمه ما صار فيه شيء. يبقى هذول ما يموتون، ايش فيك ابطال ما يموتون؟ ايش فيك خايف عليها الكثر فهد؟ ان شاء الله ما في العافية زين. سوري فهد، ترى مو قادرة أشوف عطوراتك قدامي ولا قادرة أشم ريحتهم،
النساب ذاب حدني، خليت الخدامه تشيلهم كلهم الادراج. صلاح ذات شلون تبين اطلع حق الناس؟ تبين الناس تشم ريحتي قفص بط؟ اي ما يخالف، اخذ لك كم وحده وخلهم عندك بالسياره. شنو هذا؟ هذا تليفون حلا الله يرحمها. صج؟ اي صج، بس عايزت اني اطلع الرقم السري وماني عارفه. عاد في وايد صور وايد فيديوهات، بس يلا راحت علينا. زين انا برد داخل عشان لا يضيع. فيصل هلا. شلون امي؟ مالت اول هي نفسها ما تغيرت، نفس شكلها بس شوي تغير كبر. فهد تدرين من هالحين اصغر منه؟ عمر خبرتها 30 سنة، يعني تعتبر اختنا الصغيره. صح. زين يعني انت مصدق ان موضوع انها نامت وقامت من النوم ناسي كل شيء؟ ليش بتكذب؟ انا ما اقول انها كذابه، بس شنها خرفت، واللي صار امس اكبر دليل. يعني انت راقبها وشوف تصرفاتها، خرفت. شنو؟ خرفت، قامت تقط خيط وحيط. امس تحلف تقول انها داشه مكتب فاروق وما شافته، وفاروق يحلف وتكفر يقول ان انا كنت في المكتب قاعد اشتغل. يعني ما ادري، انا اشوفها صدق خرفت. امي اعقل مني ومنك، انت ايش قاعد تقول؟ اللي بقول ان انا وفاروق وفتوح احنا بنرفع عليه قضيه حجر. نبيكم تكونون ويانا، وانت بالاخص يعني خلت تكون تحت عيننا، جبالنا، نشوفها وين تروح وين تجي، ولا كلش كذي ما ندري عنها. ها ايش قلت؟ انا اقول خاف الله، اللي بتسويه ترى راح يتسوى فيك. ان ابوك وامنا حرمنا منها 30 سنة، ويوم يتعفتوها. ايش فيك؟ لا ترفع صوتك. من خايف انت؟ الله اسمعك. فهد ترى اللي بتسويه راح يتسوى فيك، هذا انا قلت لك، هذا انا وهذا انت، وراح تشوف. بسم الله عليكم الرحمن الرحيم. ايش فيكم يمه؟ صراحكم ما صليت تحت علامكم. موديني فوق، مو قادر اشوف وياها. هاو ايش صاير امه؟ ايش حقا متهاوشين؟ ماكو شيء. انت من صدق قاعد تحاكينا؟ ما امشي خي يولي. لا والله ما خلي يولي، ما شلته ببطني عشان اخلي يولي. بنحجر عليك. فهد النت ادري انت وفاروق وفتوح، انت عاد اكثر واحد كنت متعلق فيني، عشان كذي بتعاقبني. وفاروق شاف الضيم من ابوه وبيوريني نفس الضيم. فتوح ما عليها ملام لانها ما عرفتني. شوف فهد، انا لما دخلت عليكم اول مره بالبيت قلت لكم عنده فلوس وايد، كلها تحت ريولكم، امروا تدللوا اللي تطلبونه. لكن لما شفتكم بيبانكم وجبال بعض، بينهم خطوة لكن بين قلوبكم مسافة سفر، قلت لا ما أعطيهم ولا متليك ولا فلس حمر قبل ما أعطيكم إياها. أعطيكم بعض وقبل لا أردها أردكم لبعض. غير ان اخوانك بيحجرون عليه، بقيت افقد صديقه عمري، ملاذي الوحيد. تدري ليش؟ لان ولدي الله يحفظه قعد من النوم وقال حق بنتها ما بيك انا عايفك بدون اي اسباب. تدري ايش صار بالبنت لما عرفت؟ خلت حيلي. انت كنت اخر واحد افكر انه يخذلني، لحقتها مني، كسرتها، جرحتها يا يما، جرحتها. يما هي اللي جابتها حق نفسها. أنا كنت ناوي أسكت وأستر عليها، بس الصراحة إذا هذا الشيء بيخرب بيني وبينك أنا مو مستعد أخسرك مرتين.
تذكرين ريال اللي سأل عن نوف وكان معصب؟ اي ايش فيه؟ نوف كانت تصفط براحة فريجها وتنزل من السيارة وتركب سيارة مقيمة. الريال شايفها أكثر من مرة ومنبهها عشان كذي لحقها. مستحيل، كذاب ومشلوعة عينه. إلا نوف أنا عارفها عدل. يما إحنا ما عرفتينا إلا من أسبوعين. كل اللي تعرفينه عن نوف إنه بنت رفيجتك. ترى الريال عنده شهود وجايين الفريج كلهم. مدام، أنا أسوي همام البيبي. إنزين يلا، حطي لي كرسي تشانتي لأن ظهري وايد يعورني. وإلي أهل همام. شنو؟ مينون أنتي شو هتخلينهم بروحهم؟ عسى ما يكون صار فيهم شيء. بس شنو؟ اللي كان ناوي يتقدم لك قبل لا يصير الحادث وانا اخذ مكانه. فهد، هذا شيء راح وخلاص. وبعدين ما راح يقدم ولا راح ياخر اذا عرفت منه. وبعدين الريال تزوج وعينه خلاص. وليش ما قلتي لي؟ بعدين ابى اشتري لنا نتزوج. ايش درت النعيه؟ اكيد تكلمينه. تسولفين وياه وتسمعين عنه. هذا اذا انت ما تكلمينه بالتليفون اساسا. اتجنيت؟ فهد انا من يوم ما تزوجتك وانا مالي خلقك. دوم انام بالصاله. أموريك إن يوم الظهر تفهمين إنك ما تشكيتي له ولا قلتي له ولا شيء؟ شو اللي بتحاول توصل له؟ إذا كان في واحد بحياتك المفروض ما تخليني أخذك. أنا ماني خروف، تفهمين ولا لا؟ تعالي هيك قاعد أكلمك أنا. وحدي عني ماي موقفة. أنت شنو مينون؟ راجع نفسك فهد قبل لا تخسرني. ليش جايه تسألين عنها؟ أحسن طالبة عندي. حبيبتي مشكورة، ما تقصري. بس باقي أبلات الرياضيات. يلا، وين قسم الرياضيات؟ هناك، هو آخر شيء. يلا. يما، استرستي من مستواي؟ واي بطير من الفرحة. يما، أبلات الرياضيات تبيني أشارك بالأولمبيات. يومينهم ماكو حد من قرشر. يمو فوزي ما ادري عنه. وبنات فاروق رايحين زايرين. وفوزي قالت تبي تغدي فيها برا بعد الاجتماع. يلا عليهم بالعافيه، يومهم بخير وصحه. بس يوم الحمد لله. بالعافيه. اقول
اليوم ايش طاري عليك نصور؟ الكتاب ما نزل من يدينك. ايش هالشطاره؟ ها؟ ناصر هو حاكيك من اكلم؟ نعم. ليش قاضب الكتاب كذي؟ قاعد اراجع مع فاطمه. ودي اصدق احد. نصور نزل الكتاب اشوف اهو. قاعد اراجع مع فاطمه. انا اقول لك نزل الكتاب. يا ربي مو خالي. نصور نزل الكتاب. هذا اللي بينني اهو. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ايش فيك كذي؟ بسم الله عليك امه، من سوى بعينك كذي؟ صدق لا قالوا العين عليها حارس ماري بثلج. من طاقك؟ طحت بالمدرسه خالي فيصل. من ويصر لا تشذب من طاقك. الصبيان. ليش سويت عشان تقولك الصبيان؟ قولت على فريقي بالغلط. يعني هم يربحون، كل العالم يقولون على فريقهم، يت عليك انت؟ لا يردي. فيصل؟ بعد هذا الصج يما انتم قاعد تدلعونه، خليه يقوى عظمه شوي. الولد مقول على ربع، ايش تبون يسوون له؟ تقول له سلام، اكيد بيندبق. عمري خبت حيلي اكذب كذبه. كله منك، خذيت كرسي وحين ما قام عندي ولا كره اتدرب فيها، وكل ربع عندهم توتي لابشين برتقالي الا انا. وين رايح؟ بنام. واللي يبي فريقه غلب ينام؟ ما عندي فريق، خلوني مع الصبيان اللي ما حد يختارهم. انتوا كم واحد؟ خمسة. حلو، مع واحد ستة وصرنا فريق. زين، تقدر تقول حق ربعك يور اليوم المغرب البراحة؟ خديجة جنة. خديجة ماتت من زمان. لا مو خديجة، جنة عايشة. ويه قطع، ايش هالعرس هذا اللي كله عيايز؟ الحين من اللي بيرقص بالعرس؟ يمه ايش فيك؟ ايش تبي؟ يمه انا ما ابي اتزوج. زين لا تلبحين. هند شنو؟ ايش قلتي؟ يمه انا ما ابي اتزوج فوزي. هو ليش ما تبين تتزوجينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توج قايسه البدله نوف. نيتي شو اللي صاير؟ ما ادري يما، قلبي مقبوض ماني مرتاحه. واي خرعتيني يا نوف. يا بنيتي انا احس بالي يعني قايل لك شيء، غاثتك بشيء. هذا فوزي ولد الغاليه، خالتك فاطمه. ترى اذا صار بينكم شيء بتكون معاك مو ضدك. بعدين حبيبتي اذا على الخوف كلنا نخاف. انا يوم تزوجت والله كنت اتراعد. يلا حبيبتي ودينا عند خالتك فاطمة علشان نقعد نتفاكر بالمعازيم. يلا عافية عافية الشيخ بنيتي. يلا حبيبتي. يما هو اللي ما يبيني. شنو؟ يا خي سوي عقب. أصلاً ظفرك بطوايف أهلك كله. أنت الحين من اللي قال لك هالحكي؟ يما أنا سمعت خالتي فاطمة تقول حق فايزة بغرفة القياس. إيه ليش ما قالت لي؟ يما شلون بتقول لك؟ انحرجت أكيد. إيه يا بنيتي بس. زين قولي لي شو اللي صار بينكم؟ انتوا تهاوشتوا؟ لا بس من اخر مره قعدت معاه يما وانا حاسه انه هي بتطفشني. مره يعيب على شكلي ومره يقول لي ماكو طلعه. يما وانا سكت وبلعت بس علشان اتزوج. اخر شيء اثاري وهو اللي يبيني اهون. يا جليل الحياه، لا يكون فاكر انك انت بايره ولا طايحه بكبدي. انت الف من يتمناك اصلا. يما انا بايره وطايحه بكبدك ومو الف من يتمناني. يما انت مو حاسه ولا تبين تحسين. يلا زين وديني الفطومه. ايش تبي تقولي لها؟ ابي اعرف من هالقصه شنو؟ بنات الناس لعبه بيدينهم؟ احنا ما نبي نصير حشوه بحلوج الناس، ليش فليتوا؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل. يما تكفين مختنقه، خل رد البيت. اقول لك وديني عند خالتك فاطمه. يلا امشي خلصيني. مستحيل اللي قاعد يصير. خلاص يما ما بين المبرد، انا بدق على بنات البديك الملكيه يوني ياخذ اي سوالي. خلاص مو قصدي المبرد، في اشياء متغيره. انا متاكده اغراضي اللي بيجوج مشيوله محطوطه بهذا، انا مراقبتهم عارفتهم. سلام. انت راده ماخذ مفتاح فيصل مني؟ اي. ليش؟ عشان اشوف وجهك وعشان عيالك يشوفونك. هذا انت شفتي وجهي، اعطيني المفتاح بطلع مستعيله. شاعطيك المفتاح؟ لدرجه نفسه
مكاناتهم تغيرت، مو نفس مكاناتهم الأولية أنا متأكدة. عادي شو المشكلة؟ ربع يمونون على بعض، ملوا سنين مجابلين بعض كل واحد بمكانته، لو حنبدل شو المشكلة؟ أنا متأكدة من اللي أسوي، أنا إنسانة منظمة. بالدرج الأول كانت الأدوية، بالدرج الثاني كان المكياج، بالدرج الثالث الذهب. أحد غيرهم أنا متأكدة. مو معقولة اللي قاعد يصير. الحمد لله يا رب. ألف حمد وشكر لك يا رب إن في أحد شهد بعينه وشاف معاي. لأن أنا بصراحة ذاك اليوم على سالفة مكتب فاروق شكيت بعمري صراحة، عبالي النيت ولا استخفيت. يلا بالإذن. ديري بالك عليها، ترى هذه ما تأمن بروحها. طلعي برا، طلعي برا. ما عليك منها يمه، لا تهزج. عادي أنا أحط أغراضي وأنساها. لا. أنا متأكدة يا متأكدة. يتصير يمه تصير. عادي ما في إلا العافية. تبي نروح دكتور اللي أول مرة شافك؟ حتى أنت يا يمه، حتى أنت. لا يمه حشا، والله ما أقصد. بس يعني إذا خايفين من شيء ليش ما نراجع؟ ما فيني إلا العافية. يمكن مو نايمة عدل أو متوهمة. بسم الله عليك يمه. إيش فيك؟ شفتها. بغيت أذبحها ما حسيت بنفسي. من هي؟ خدامة. أي خدامة؟ اللي شدت ضدي ببيت ناصر. سوما؟ إيه، تشتغل في الراسة مدرسة البنات، وأنا ما استوعبت، هجمت عليها وما وعيت على عمري. تعوذ من إبليس يمه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يمه عندك أي حبة؟ ماني قادرة، أبي أنام أرتاح، ما بفكر بشيء. لا يمه، تنامي تنامي نامي، لا تخافي. نامي حبيبتي نامي. تخافين منه تواجهيني، تواجهيني. الحبة ما راح تاخذين، وراح تتعبين وراح تعاني، بس بتنتصرين. أنا واثقة، واثقة إنك بتنتصرين. أنا واثقة. لا تتقلقين. فايزة تروحين معي الطبيب؟ ايه اكيد، بس خل فوزية ترتاح وتنام بعدين نروح. انا قاعد معاها. تبي تروحين علشان ترتاحين وعلشان تثبتين لنا شيء. احنا نحبك بكل حالاتك. اتخافي. هذا بيت خالتي فاطمة وصلنا. يلا ايش تبي تسوين الحين؟ يما يما هو. يما يما نورية. يما نورية ايش فيها؟ والله ما ادري خالتي، ما ادري. نورية يما نورية نورية. ولا قوة الا بالله. وردي علي يما. بسم الله عليك يما. رج حاسة في نورية. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك، الله حافظ، الله غير حافظ. يا حقة يا أمي، صحصح معانا. استغفر الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. فاطمة، أنا إيش فيني؟ فيني جلطة؟ أنا فيني جلطة؟ فيني جلطة يا دكتور؟ قلت إيه يا حقة؟ أنت بتشوفي أفلام أبيض أسود كتير، دول شوية حمودة في المعدة، تلاقي كلت حاجة تقيلة. يعني دكتور ما يحتاج نوديها برا نشيك عليها؟ لا، هي عرض المعدة زي عرض الزبحة الصدرية. عنده سالفة. وحشوة يا دكتور، خرحتني. يعني ما فيها شيء. حبيبتي أمي انتي، بغيت أموت من غيرك، مالي غيرك أنا حبيبتي انتي. دي قلبها أحسن من قلبي. قل أعوذ برب الفلق. ما تخافيش بإذنك. انتي إيش ماكلة؟ إيش ماكلة؟ خبصتينا. ماكلة قهر يا فاطمة، ماكلة الضيم. هذه آخرة عشرة العمر، ولدك يقول يا بنتي وبعدين يخلينا ويروح. هو الخسران نوف كل اللي يتمناها. عساها خيرة، خيرة يا نوري. تكفين واللي يرحم والديك، ما بالسالفة هذه تصير سبة بيني وبينك. نوري أنا مسحلة لما شفتش تعبانة قاعد تفكر أقول هذه لو تروح واللي يصير فيها شيء أنا شلون بعيش من غيرها. نوري يا حبيبتي، انت مو بس رفيجتي،
انت ذاكرتي اللي فقدتها، انت اللي ادور الاسامي بلسانك واعرف القصص اللي صارت بسوالفك. ما استغنى عنك. انت اللي شفته ما اذكره كله. ريا لا تخليني، تكفي. حسنا ما خليت حبيبتي، اعوذ بالله من ابليس. اقول فاطمه، هو شايف على بنتي شيء؟ اي خسوي عقب هو طوايفه، لا تقولين كذي ازعل، ظلمتها شينا. يعني هو قايل لك تقولي لي انه ما يبيها؟ ريا على همك يما نوف، روحي صرف الوصفه من الصيدليه واحنا نسبق السياره. ان شاء الله. ما قال لك ليش؟ أكيد أنت خايرتها قدامه وقالت على عملية التكميم. عشان ما قلت لها عن عملية التكميم ولا على أي عملية. إيش في شنورية يا نيتي؟ يمكن لأنك حاطة خصم وهو ما يحب كذي. لا هاي العدساتك، عرف لون عيونك الصجي. هم لا يمه. الله يهداك يا نورية، قلت لك جاي مو غلطة أحد، المنة عليه هو. خالتي شحالاتها نوفتها بلتين، بس التكلم كسر عزومها. وي عاد سمعوا مني حكي، وانت جزينك وش حالاتك وبتاخذين واحد من مرته. يمه ما يخالف، خليه تحت، انا المفروض انشعل. الله لا اله الا الله عليك يا نورية، مساعد فاققين قلبي والحين رديتي. وي فاطمه سمعي انتي، لا مو انتي، نوف جهزي نفسك حق استقبال غنيمه، يمكن الله يسهل امرك ويجيك نصيبك. شايفه قدامي وايما، تصدقين انا ماني منغثه اني بتزوج كثر ما انا منغثه حق جد والاستقبالات والعزيات اللي برجع له مره ثانيه. فتش سياره ربعك هذيل ما يخلصون مواجيب. فاطمة علامش بتمين واقفة ليه متى؟ خلاص فيك؟ إيش فيني فوز؟ غلا قاعد تسوقين بسرعة، إيش فيك تسوقين بسرعة هدي؟ أنت وين؟ أنا وراك يا غلا، خففي السرعة. غلا ممكن تدشين الدشة الجاية لأن أنت مو قادرة تسوقين. فوزي مالك شغل فيني. إيش فيك؟ قاعد تبكين؟ فوزي تكفى مالك شغل فيني، خلي بروحي ارجع البيت. ما راح أخليك، إذا قاعد تسوقين كذي ممكن تسوين حادث. كان زين أسوي حادث وارتاح من الدنيا كلها. بسم الله عليك. إيش صاير؟ أنت آخر واحد تسأل إيش صاير فوزي؟ كل المشاكل اللي احنا فيها هذه بذبتك انت اللي حطيتها بهالموقف. زي ممكن تدشين يمين ولا تدشين اي لفه ولا توقفين ونقعد نتكلم. غلا ها ممكن تدشين اي دشه؟ ايش غلط؟ حبيبتي ايش فيك مستحي تقولها؟ ليه متى بتتم تكذب على نفسك؟ انت تحبني وانا للحين احبك، دايسين على نفسنا عشان فهد ما يدري وكافح الدره. شنو؟ فهد عرف عنه؟ لا عرف عني انا، درى اني كنت اكلم واحد واحبه بس ما درى منه. شلون؟ كنت ناسيه تليفون حالا بطل جداب وشاف المسجات اللي بيني وبينها. انك تعرفين واحد وكنتوا تبي تتزوجون مجرم، ترى طبيعي يعني اكيد بيعصب وبيحاول يعرف هذا منو،
بس اهم شيء ان انت تسفهين الموضوع وتطنشينه. صدقيني هو راح ينسى. لا ما اعتقد راح ينسى. فهد اول مره يمديد علي. شنو؟ فهد طقك؟ نعم. بطاقتك المدنيه يا اخوي لو سمحت. ليش؟ بطاقتك المدنيه يا اخوي لو سمحت. بطاقتك المدنيه يا اخوي لو سمحت. لا ما تعطيك. يبا ايش فيك؟ احنا واقفين مكان عام، مو قاعد نسوي شيء غلط، قاعد نتكلم، ايش فيك؟ ليش تبي بطاقتها؟ هذه اجراءات قانونيه يا اخوي. بطاقتها لو سمحت. ما راح تعطيك بطاقتها، ايش فيك؟ فوزي بس. ممكن عقد الزواج؟ ليش عقد الزواج؟ يبا احنا ايش قاعد نسوي؟ شايفنا قاعد نسوي؟ انت بمكان مشبوه. مواقف سيارات. انزل من السياره انت وياه وصعدوا معي الدوريه. فوزي ايش فيك ليش؟ يبا ايش فيك علينا انت؟ احنا مو قاعد نسوي شيء غلط، ايش فيك قاعد تبلع علينا؟ اطلب لنا اسناد دوريه. فوزي تكفى تصرف سوي اي شيء. ولد عمي يبا اخذني انا وهي بنيه خلها تروح، الله يستر على اخواتك، يستر عليها. لا تخاف، ما راح اسوي لها محضر. بكلم احد من اهلها هي ياخذها من المطبخ بس. هذا حماد البطه، وهذا مصعب، هذا ركان، هذا محمد، وهذا احمد. حلو، وانا فيصل. مدربكم من اليوم. مو انت اللي تلعب القادسيه؟ اي ترى خالي. انت اللي جبت جول بكاس الخليج وفزنا؟ اي خالي. صدق انت بتدربنا؟ اي، وبخليكم تغلبون فريق المدرسه بعد. هم يعرفون يلعبون احسن منا واحنا ما نعرف نلعب. سؤال، تحبون الكره؟ اي. انا هنا علشان اخليها تحبكم. شلون؟ سمعوا، لازم تخلون الكرة ما تفارقكم. إذا بتمشون تخلونها تمشي معاكم. إذا بتدرسون خلوها يمكم. وإذا بتنامون خلوها تحت فراشكم. زين؟ زين. كفو. أنا ما أدري شلون أنتم بتتمرنون، كل واحد ماسك بيده كيس بطاط، واللي حط بيده التليفون، يلا كل واحد يقط الكيس ويخلي التليفون مخباته. يلا، شفتوا الممشى هذا اللي إحنا فيه؟ الحين بس أصفر راح نركض. كلنا راح نركض. وبس اصفر الصفره الثانيه بنغير الاتجاه، مفهوم؟ مفهوم. سمعوا، ترى احنا هني كل يوم راح نتلاقى من الساعه 7 للساعه 8. بتدرب ساعه باليوم. ما ابي اسمع كلمه ما ابي او ما اعرف او شلون، مفهوم؟ مفهوم. ما اسمع. مفهوم. كفو، اصور. نعم. كلهم حاطين البطاطا اللي انت حطه. ادري انت بتفهم. الحين شوف، لما نركض ابيك تدزني على الويلتشير وتركض، زين؟ زين. يلا عدل الصفارة بحلجي. أسرع أسرع. أنت يا المتيح. ينني ينني هالمينون هذا يشك فيني بكل شيء. تخيلي طلعاتي وروحاتي وياتي ورفيجاتي وكل شيء بالدنيا. لدرجة إذا طلعت معاه قاعد نفتر شيء بالسيارة، وقفنا على إشارة وطالعنا اللي يمنا طالعني كذي يقولي أنت تعرفينه؟ وهو ما يدري إن أنا لا يمكن أطالع واحد ثاني غيره. خلاص مو قادرة أتحمل. عدل 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 عدل. إيه إيه، حاسب اللي قدامك، خل مسافة خل مسافة بينك وبين اللي قدامك. أنت يا المتيح ما تتحرك. إيه أنت نصر، نصر الشارع الشارع، نصر نصر الشارع، نصر الشارع الشارع، نصر 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 الشارع. نصر نصر بغيت تذبح لي. صار لك شيء؟ هيا ما عرفتيني؟ فيصل ايش فيك؟ وشلون صار فيك كذي؟ ايش فيك تعالي؟ انا
بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك؟ نموت ضايع مفتاح سيارتك. ليش لقيته؟ اسألك. نموت ضايع مفتاح سيارتك. ايش تراني؟ ما اذكر، يمكن من 4 ايام كذا. زين لقيتي، مشكورة، صار لي فترة أدور عليك. ما سألتيني وين لقيتي؟ وين لقيتي؟ صبيني سيارتنا. إيه سيارتنا. بسألك شلون تقدرين تساهمين بالليل؟ أطفي الليت وأحط رأسي على المخدة وأنام. أنا بعرف أنت هاي تعطيني مفتاحي ولا تعطيني محاضرات. أنا هي أبيك تصلحين الغلط اللي سويتيه حرام. تروحين الفوزي وتقولين للي صار بالضبط. هذا شيء يضر بسمعة البنت، يضر بسمعة نوف. ظلم ظلم. وأنا ما أقدر أسكت على غلط. قدامك حدا شايفتين. يا تقولين لي يا عقوب. بشوف من بيصدقك. ايش فيك فطومه؟ رديتي لها المفتاح وانت تدرين ان الدليل الوحيد، وحطيتيها فرصه وانت متاكده انها ما راح تعترف. انت خايفه تخسرينها اكثر من خوفك لا تخسرين نفسك. لا لا لا، انا اعطيتها فرصه بس ما راح اسكت. باكر اذا ما قالت بقول والله العظيم بقول، واللي يصير يصير. الو، هلا يما. غلا خالتي، في احد يمك؟ لا بسم الله عليك، ايش فيك؟ عسى ما اشرب. اذا ممكن تاخذيني. منين؟ من المخفر. وي لا يكون حادث. لا خالتي تعالي وانا افهمك كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله، الحين اجيب فهد ويك. لا لا خالتي تكفين، لا تقولين حق احد. انا ما ابي احد يدري. اذا تقدرين تجين بروحك بدون لا احد يدري تكفين تعالي. خالتي انا ما عرفت ادق على منو. يما حسرتي، خبصتي قلبي، صاير يا يما طمنيني. خالتي تعالي وبتعرفين. شكرا. نصور عمري بس خلاص اقعد، ما تعبت؟ اخ وين مكاننا؟ قهوة قهوة. مشكور. عرفتك. بسم الله. زين؟ اي زين بس الغطا. لا تقول تعبني مرة ثانية. شكرا شكرا، دخل ايدي داخل بس. هذا اليمين. حسنت. في شيء بعد؟ حسنت مشكور. فاروق. خير. دريت عن فتوح؟ ايه، قالت انها بترفع دعوة حجر على امي. انت راضي؟ والله يا فيصل هذا شيء بينها وبين امها، راجع لها اصلا. بينها وبين امها؟ امها بروحها؟ فايزه، انا مستشار. كل شيء بالدنيا عندي طرفين. احكم بالعدل ولا اميل حق احد. الا هذه. لازم تميل لامي. لانك لو تطول بالمنظره راح تلقى شيء من وجهها بوجهك. كل قطعه من جسمك ذاكرت لها بوسه. يا ابن الحلال، كم مرة طحت وشالتك وباست ايدك اللي بتمسك المطرقة وتحكم بينها وبين أحد ثاني؟ فيصل، إذا أمي تتمتع بالأهلية فتوح ما تقدر تثبت عليها شيء، وإذا انثبت العكس فأتوقع أنه لازم أحد يدير باله عليها. وين الغلط؟ راح توقف مع منه؟ أوقف مع الحق. يعني مع أمي؟ فيصل، أنت شو تعرف عن أمي؟ كان عمري 14 سنة، توه شنبي خاطر.
كنت رايح مع أبوي الجمعية وشفناها هناك. سلمت علينا ومعها رفيجتها. تدري أول شيء قالت لي عشان جندسة استأصرتني تسوي روحها تبوسني. قالت لي لا تقول لي يمه، قل لي خالتي، عشان ما تبي رفيجتها تدري إن عندها ولد بعمري. فيصل كان كل شيء فيني يناديها، كل شيء. بدي أقول لها يمه، لما تكلمت ونطقت قلت لها خالتي، هي اللي شالت الكلمة من حلجي فيصل، هي مو أنا. خالي شنو يعني حجر؟ قولي يعني شنو حجر؟ لما الواحد يكبر يصير مو مسؤول عن الأفعال اللي يسويها وما يثبت، يصير إنه من حق عياله إنهم يرفعون دعوة حجرا عشان لا يسوي شيء ممكن بنفسه أو يسوي شيء بحلاله، فهذا هو الحجر. كان زين ويا فتوح تخرف، بخيلة ما تعطينا ولا فز. أبي نسوي لها حجر تصير تخرف وهي صغيرة. سلام. عليكم السلام. سلام، شلون صرتي؟ أحسن الحمد لله. توني أستوعب إن أنا هجمت على سوما بالمدرسة. جيت في يوم مسكينة انحرجت. وينها؟ ما شفتها؟ ولا أنا شفتها. فيصل يقول إن سمعك بتغدينها. لا، أنا طلعت من المدرسة قاعد تدور بالسيارة و... يمكن ببيتكم. أنا توني راد من بناتي ما شفتها. يمكن ويا أمي؟ لا، أنا نزلت تحت وتليفون بيدي، سويت مكالمة التفت ما لقيتها. تليفونك؟ لا هي بعد مو رنتي. بالكرسي مالك. شنو؟ منو هذه؟ أدري، هذا مو تليفوني. سؤال، أنت ماتيوز من طبعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توك طالع، رديت معجبة؟ ماتيوز؟ شنو يعني؟ وين راحت؟ ما أدري، ما ركبت معنا بالباص. وليش توكم تحجون؟ اليوم كنا بيت خالتي، عيد ميلاد فجر، أبان أنها ركبت مع ميمة فوزية. خلاص بس أنت اهدي الحين، خلينا نفكر، يمكن ويا ناصر. ألو فوزية، إيش تبي؟ في معك؟ ليش في موياك؟ ما أدري، أنا ما خذيتها من المدرسة. شنو أم أنت؟ ساعة داشة على التسع وما تدري عن بنتك وينها؟ سمعيني عاد، إن صار بالبنية شيء صدقيني لا ذبحك. ما أدري، لحظة في خط ثاني. ألو، إيه أنا أم في. وين؟ شكرا. السلام عليكم. شفيت يما؟ شفيت؟ صاير؟ شايبك هني متى طلعت من البيت؟ حجية، بنتك لقيناها مع شاب قريب بمكان مشبوه، وكونها بنت ومن عائلة محترمة أنا فضلت إني ما أفتح لها محضر. مستحيل يما، أنت إيش تقول؟ بنت نحن عارفينها ما تطلع من هالشينة. عموما الشاب اللي كان موجود معاها تقدرين تشوفينه. فوزي تعرفينه؟ ايوه اعرفه واعرفه مثل ما أعرف نفسي. عموماً تقدرون تروحون الحين، بس وقعي لي هني رجاء لو سمحتي. وقعي. لو سمحت. تفضل وقعي.
شكرا 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 شكرا. خالتي والله العظيم والله العظيم الموضوع الفهم غلط. انا طلعت من البيت كنت متضايقه وشفت فوزي واقف عند باب بيتنا لحقنا يبي يشوف ايش فيني. بس يما ادري كل الظروف الحين ضدنا بس يما والله هذا اللي صار. انا لحقتها قلت لها صفته لان بغت تسوي حادث. نزلت قعدت معها بالسياره قاعد تقول لي شو اللي صار بينها وبين فهد. بس اقسم بالله العظيم ما سويت شيء يمس كرامتها. والله نفس اختي هي. لا تحلفي لا تحلف ما له داعي للحلفان. انا مصدقتكم والله مصدقتكم. وانت يا غلا مش دموعك شيء ولا تبكي. بعدين بقول لك شيء صدق مو وقته لكن لازم تسمعينه مني. في اللحظه اللي اتصلتي فيها شاركتيني بمشكلتك وطلبتي مني اني ايهني واوقف معك ما تصدقيني شلون بهالوقت اثمنها لك. تسوى عندي الدنيا كلها. شنو يعني خالتي انت مصدقتني؟ اكيد يما ولا عندي ادنى شك. يما ترى الكلام اللي قاله المحقق مو صدق. هو ما شاف وانا ما شفت لكن انا اعرفكم اكثر منه. يوم الصبح انت قلت لي كلمه ما قدرت اتجاوزها يما. قلت تونا نعرفك لكن الله سبحانه وتعالى حط هالموقف عشان اقول لك اني اعرفك. اعرفك عدل يا يما لا يمكن تغلط لا يمكن. الله شاهد علي يا يما كثر ما كنت احبها قبل ما ياخذها اخوي فهد كثر ما حرمتها على نفسي بعد ما اخذها. شنو يعني انت كنت تعرف غلط قبل لا ياخذها؟ قبلها تموت حلا كنا ناويين نتزوج. كنا ناطرينهم يردون من سفره دبي عشان يجي يتقدم لي فوزي بعدين بس باجي انا عارفه ما يحتاج تكملين. شلونك حبيبي؟ تعال 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 بيك تعال تعال حبيبي تعال 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 يا حناتك تينن. انت شو اسمك؟ وخري وخري هدي وكسر عيدك. انت مجنونه يا ناتي تبي تموكين ولدي؟ هذا ولدي انا ولدي مجنونه. انت مجنونه يلا دفي دفي. بابا ماما بابا ماما بابا ماما بابا ماما بابا ماما. ايش فيك؟ هذه ماما مجنونه اخذت ماما. وين راحت؟ اهرب. هذه جنطتها؟ فاطمة مجبل عيسى. من زمان ما فتحت قلبي لحد وسولفت من غير لا اتحفظ وافكر. تصدقين عاد انا ما عندي ربع ولا انا كان عندي بس لما تزوجت وعيلت لهيت وهم بعد للهو بالعد شوي شوي بعد عمري. والله طيبه حبيبتي ما قصرتي تعبتك معاي من الصبح. بصراحه لازم أرد البيت لأن فاروق نرى أن هذه طلعتي من الصبح. تدرين شنو يسوي فيني؟ واي الله لا يوريك. إيه بعد عمري حبيبتي ما قصرتي. تبين أسوي لك شيء قبل ما أروح؟ لا لا حبيبتي مشكورة تسلمين. أكيد يعني مو محتاج شيء. ثانكس حبيبتي. يلا عن
اذنك. طيبة؟ نعم. ممكن معالج امر تعطيني كيس ادويتي؟ وينه؟ موجود في اول درج لونه بنفسجي. ني؟ اي واحد فيهم؟ اعطيني كيس كله معالج امر. مشكورة. انا تاخرت الحين فاروق اليوم ما لقاني واي بيهلق فيني. انت ما تعرفي ريلي دعله. ايش تسويني؟ طيب ايش اللي باني؟ انت ايش فيك؟ بتخربين بيتي. أصلاً ليش مكلمتها؟ أنت إيش فيك؟ ليش مكلمتها؟ ليش عندها خلطة هني؟ لا تقول بنت تهلا. خايف عليها مني؟ خايف علينا منها. طيب زوجتي إيش فيك أنت؟ بنتك لقتني غشانة في سيارتي عندي هبوط من الحمل وصلتني المستشفى وأصرت أنها توصلني البيت. ولا تسوي لي إنك خايف علينا لو تكتشف. أنت ما نعمرتك مني فاروق؟ ما يعجبك سلوكي؟ ما تبي مرتك تكلمني؟ خايف على مرتك مني؟ شوفي أنا جاي معصب الموضوع ثاني. لا تلفين الموضوع. ما لفيته. السبب اللي تبيني نزل عشانه الياهل أو نفسه اللي ما تبي مرتك تحتك فيني عشانه. أنا مذيعة وأنت مفتشل. تبي الدلع والوناسة والدلال ورا الباب قدام الناس. أنا شبهة أبي فاروق. أحس إني أنا ما أعرفك. غادة أنا شيء واحد أعرفه. شيء واحد اللي مخليني أوقف للحين هني. شيء واحد إني أحبك. أنا هديت طيبة بالطيارة بيت لك مثل المجنون لما عرفت إنك تعبانة. إيه لأنك تحب نفسك. خفت تخسر البنت اللي تدلعك وتونسك مو أكثر. ظنك شغل بطيبة. ظنك شغل بطيبة. طيبة رفيجتي ولما أحتاج أكلمها بكلمها، وإذا إيه يحتاج تحاجيني ما راح أردها. نادية مرة واحدة حسستني يا فاروق إن الدنيا كلها ما تدور عليك. أنا ممكن أفتح علاقتي بمرتك وبالناس كلها بس اعترف بزواجنا. فاروق أنا حامل. شوفي يا هذا ينزل يعني ينزل. لا تقولي لي خطر ما خطر. ترى عمره شهر وأنا سائل. تسافر برا قط فلوس عند أحسن دكتور تنزلينه وترجعين. طبعا سألت لأنك واثق إني الهبلة اللي بنفذ لك كل شيء. شوفي غادة، احنا بيننا اتفاق. الياهل ما نزل والله ما اعترف فيه. وشوفي عاد، واحدة حامل من غير زواج. من قال من غير زواج؟ ايش قصدك؟ رح ارد العزيز. سمعتك اركبها في الصفوف ولقيتها مستخبيه هناك. وين في؟ في يمه ايش فيك انت؟ ليش تسوي بروحك كذي؟ بغى يزرع عقلي. ما تدري ليش تسوي كذي؟ لانك مجنونه بتجنن البنت معاك. انت مو كيف تربي البنت. البنت بترجع وياي. لا ما تاخذها بنتي. لو تبي عندك جانيات بس هي مرتاحه معاي. البنت ترجع وياي قصبا عليك. انت مو كيف تربي البنت. انت البنت من الصبح المدرسه ما تدري عنها. وينك على البنت؟ وينك؟ لا تتكلم. إذا بتحجي عن الأبوة يا ما في يحتاج يدك وما لقيتك. نزل يدك. أنت اللي حرمتيني منها. لا ما حرمتك. لو فيك خير جم ما سمعت خدامة أمك دافعت لها. سمعت. احترمي نفسك ولا تسيبين طاري أمي على لسانك. لا قصة لك. لا ما راح أسكت. مو كيفك. ما تحجي.